ده صباح الفل. النهارده بقى عندنا موضوع دمه خفيف قوي. الموضوع هو عن القهوه بقى النهارده. الموضوع عرسنا عن القهوه التركي. ايه سر ارتباط القهوه التركي بمناسبات العزاء عندنا في مصر؟ يعني ليه في اي مناسبه عزاء او سرادق عزاء بتقدم دايما القهوه التركي ساده؟ الموضوع قديم شويه، قديم قوي. يعني عارفين من سنه كام؟ من سنه 1572، يعني من حوالي 540 سنه كده تقريبا. يعني في الوقت ده ما كانتش القهوه قبل التاريخ ده معروفه في مصر خالص، فبدات تدخل مصر عن طريق الطلبه اليمنيين اللي كانوا بيدرسوا في جامعه الازهر. كانوا بيجيبوا البن معاهم اليمن، وانتوا عارفين ان اليمن مشهوره بزراعه البن. طبعا انتشر بسرعه ما بين اوساط الطلاب، لان البن ماده منبهه، فبداوا الطلبه يحسوا ان هي بتساعدهم على المذاكره، يسهروا يركزوا. انتشر البن او القهوه بسرعه كبيره جدا، بدا ينتشر بره حدود الطلبه، المجتمع الطلابي، الى مجتمع العامه من الناس، لغايه لما بقى الموضوع موضه جديده، حاجه جديده كده وطلعت مره واحده في المجتمع. تصدى له فورا رجال الدين في هذا الوقت. كان المفتي في الوقت ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه الشيخ الشافعي احمد ابن عبد الحق الصنباطي. الصنباطي وخلاص، يعني طويل قوي، خلينا في الشيخ الصنباطي. الشيخ الصنباطي المفتي في الوقت ده قام ضارب فتوى تحريم القهوه على طول، تحريم البن. تلقى في الفتوى مين؟ اللي هم المريدين بتوع الشيخ الصنباطي، اللي هم الشيوخ على المنابر، ومنهم كده شيخ بدا يخطب خطبه عصماء في الناس. طلعوا من خطبه الجمعه على فين؟ على متجر من متاجر القهوه، وقاموا مكسرينه باللي فيه. بدا الجو يتكهرب شويه ما بين الشيخ الصنباطي والناس بتوعه، وبدا التجار والناس العامه اللي بيشربوها والطلبه الى ان صدر قرار رسمي بفتوى رسميه سنه 1572 ميلاديه في شهر شعبان بتحريم القهوه، بتحريم البن وكل من يتاجر به ويتعاطاه ويشربه ويوزعه وكل حاجه. طب والحل ايه؟ راحوا التجار جمعوا بعض، ومعهم الموزعين، ومعهم شويه من الطلبه وشويه من الناس، وعملوا وفد. وراحوا لمين؟ وراحوا لعم الحاج الصنباطي يقنعوا ان هي ما بتعملش حاجه. يا عم الصنباطي اقسم بالله ما بتعمل حاجه ابدا، يا عم يهديك يرضيك، راسه والف سيف، حرام حرام حرام. اتخانقوا مع بعض، قامت معركه كبيره ما بين الشيخ الصنباطي والناس بتوعه والتجار والناس اللي بيشربوا قهوه والطلبه كمان. حصل ايه؟ مات واحد من الباعه بتوع القهوه. الصنباطي طلع يجري، هرب، خد مريديه وراحوا احتموا باحد المساجد وقفلوا على نفسهم. الناس طبعا مش هيخشوا وراهم في المسجد. عملوا ايه الناس بقى دول؟ حصروا المسجد، وفضلوا محاصرين المسجد 3 ايام. الجو كان برد ومطر كده، عشان يحموا نفسهم من البرد والمطر عملوا على نفسهم زي خيمه كده تقيهم البرد وتقيهم المطر وكده، خيمه ايه؟ زي سرادق العزاء. وفضلوا قاعدين 3 ايام، ونكايه في الشيخ الصنباطي واللي معاه بداوا يوزعوا القهوه البن، يشربوا البن في خلال 3 ايام، وكانوا بيشربوه ساده. الى ان وصل الامر الى اسماع السلطان العثماني في هذا الوقت، وكان اسمه السلطان مراد الثاني. سلطان مراد عمل ايه يا جماعه؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل في مصر؟ قال له الشيخ الصنباطي عامل مشاكل هناك، قام باعت بفرمان رسمي باقاله الشيخ الصنباطي وتعيين مفتي اخر. وجاء المفتي الثاني اللي هو جاء بقى مكان الشيخ الصنباطي، لغى الفتوى بتاعت الشيخ الصنباطي واحل شرب القهوه، ومن يومها اصبح اي عزاء يقام يتعمل له سرادق زي اول واحد عملوه جنب المسجد، وتقدم فيه القهوه التركي ساده زي ما عملوها اول مره. حكايه حلوه دي والله، مش كده؟ احلى صباح عليكم، نتقابل بقى ان شاء الله في الحلقه الجايه.